استجابة لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأداء للأمانة ونصحا للأمة، وتجميعا للجهود، ودرءا للفساد وأهله، وحتى لا تغرق سفينة المجتمع، تم إنشاء مؤسسة الحسبة عام 2009 من الميلاد للقيام بهذا الواجب العظيم بالوسائل الممكنة والمشروعة كالكلمة الطيبة والموعظة الحسنة تحقيقا للأهداف السامية له. أهدافنا: إحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بين الدعاة والمجتمع، السعي للقضاء على المنكرات الظاهرة أو التخفيف منها بالطرق والوسائل المتاحة، تأهيل وتطوير الدعاة في المجال الاحتسابي والدعوي، الحفاظ على الهوية الإسلامية للمجتمع. رؤيتنا: منشأة فاعلة ومساهمة في الدعوة ممارسة الاحتساب ونشر ثقافته وتأهيل عدد من الدعاة في هذا المجال، وإقامة فروع للمؤسسة في كل مدن إندونيسيا، معتمدين في ذلك على توفيق الله عز وجل أولا، واستشعار المسؤولية لدى الدعاة ثانيا. رسالتنا: تعمل مؤسسة الحسبة في حفظ سفينة الأمة وتحقيق خيريتها، كما قال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، وذلك من خلال الدعوة وممارسة العمل الاحتسابي ونشر ثقافته في زمن كثرت فيه المنكرات وقل فيه المنكرون، وتحقق فيه قول الرسول صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. تهتم هذه المؤسسة بالدعوة إلى الله عز وجل وإحياء شعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونشر الفضيلة في المجتمع وإعداد دعاة فاعلين حتى يؤدوا دورهم في المجتمع تحقيقا لخيرية هذه الأمة، كما قال الله عز وجل: كنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. برامج المؤسسة: تعمل المؤسسة في تنفيذ برامجها على خطط فصلية ذات شقين. الشق الأول: نشر ثقافة الاحتساب. أولاً: إقامة الدروس الأسبوعية والدورات الفصلية في المجال الاحتسابي، إعداد النشرات التثقيفية في مجال الاحتساب وتوزيعها على الدعاة وطلاب العلم في المعاهد والجامعات، إقامة ورش العمل في كيفية إقامة البرامج الاحتسابية، إقامة المسابقات لطلاب وطالبات المعاهد الإسلامية في التدريب على الاحتساب ضمن برنامج الدين النصيحة، التواصل مع الدعاة وتفعيلهم في المجال الاحتسابي من خلال النزول الميداني لإنكار المنكرات الظاهرة، زيارة المعاهد والمراكز الشرعية وتفعيلهم في إقامة برامج احتسابية، إعداد المظاريف الدعوية للخطباء تحتوي على خطب جمعة ومواد دعوية تساعد الخطيب في طرح المواضيع التي تعالج هذه المنكرات، إرسال الرسائل للدعاة عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي عن أهمية شعيرة الاحتساب. الشق الثاني: معالجة المنكرات المتفشية والظاهرة، وذلك من خلال البرامج التالية: إقامة المحاضرات في التحذير من المنكرات الظاهرة والمنتشرة في المجتمع، النزول الميداني الأسبوعي في مناصحة المجتمع وتذكيرهم وتوزيع المواد الدعوية عليهم، التنسيق مع مدراء المدارس في إقامة البرامج التوعوية والمسابقات للطلاب والطالبات وخاصة طلاب المرحلة الثانوية، المشاركة في وسائل الإعلام كالإذاعات في التحذير من المنكرات وتعليم الناس أمور دينهم، إقامة برنامج القافلة الدعوية وهو عبارة عن النزول للقرى
وتوزيع الأخوة الدعاة فيها لإقامة الدروس والمحاضرات وغير ذلك، وضع اللوحات الحائطية في الأماكن العامة وأماكن التجمعات الشبابية، زيارة ومراسلة أصحاب المنكرات المتفشية والظاهرة كتارك الصلوات والمفطرين في نهار رمضان وغير ذلك، إرسال الرسائل الدعوية اليومية للمجتمع عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي، إقامة الدورات المصغرة في المساجد والمصليات التي تساهم في نشر تعاليم الدين مثل دورات في كيفية صلاة النبي صلى الله عليه وسلم وغيرها، إقامة برنامج اليوم التعليمي، وقد تم بفضل الله تعالى وتوفيقه فتح 11 مركزا للتعليم يقوم الإخوة في المؤسسة بتعليم المجتمع في منهج معد في العقيدة والفقه والعربية والقرآن، إقامة الأنشطة الثقافية والتربوية في هذه المراكز من خلال المسابقات والطلعات وغير ذلك، طباعة المطويات والكتيبات والمصاحف والملصقات الدعوية وتوزيعها على المجتمع ضمن برنامج محدد. ونظراً لحاجة المجتمع إلى هذا العمل، قامت المؤسسة بفتح 4 مراكز دعوية تابعة لها في المدن. تقوم هذه المراكز بتنفيذ خطط فصلية معدة من قبل المؤسسة في نشر الدعوة ومعالجة المنكرات ونشر ثقافة الاحتساب، وهي كالتالي: مركز بيما في ولاية إنتيبي، ومركز سمباس في جزيرة كاليمانتان، ومركز لامبوم في جزيرة سومطرة، ومركز مراوكي في ولاية بابوا. ويتم متابعة هذه المراكز في تنفيذ الخطط ورفع التقارير بما تم تنفيذه من الأعمال. منجزاتنا: إقامة 24 حملة على المنكرات الظاهرة والمنتشرة في المدينة، طباعة أكثر من 1,594,323 كتيباً ومطوية وبروشور وتوزيعها على المجتمع ضمن برامج محدودة، تنفيذ أكثر من 480 نزولاً ميدانياً في أماكن المنكرات ومناصحة أصحابها وتوزيع المواد الدعوية عليهم، إقامة أكثر من 8 دورات للدعاة في نشر ثقافة الاحتساب، إقامة 115 برنامجاً توعوياً في المدارس والجامعات، فتح أكثر من 11 مكاناً لتعليم المجتمع في منهج معد من قبل المؤسسة في العقيدة والفقه والعربية وغيرها من العلوم، توزيع أكثر من 9,000 بوستر في التوحيد والصلاة والحجاب وتوزيعه في المساجد والأماكن العامة، فتح 4 مراكز دعوية في 4 مدن تمارس الدعوة والاحتساب، تنفيذ 24 قافلة دعوية في القرى والأماكن النائية، طباعة 3,000 مصحف وتوزيعه في مساجد المدينة. وختاما، هذه حصيلة سنوات قليلة من العمل الدؤوب والعطاء المستمر، فهنيئاً لمن بذل ماله ووقته وجهده خدمة للإسلام والمسلمين.